السلام عليكم اخواتاتي، نتمناكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال يا رب. اليوم ان شاء الله اخواتاتي غندير لكم هاد الفطيره على شكل خليه النحل، تجي غزاله ورائعه ونتمناكم تجربوا اخواتاتي. ما نقولش لكم كيف القطن وبالحشوه اللي غندير ليها والطريقه كيفاش غندير ليها، راه غزاله ما شاء الله. غير تابعوني وانتم غتشوفوا الطريقه كيفاش. بسم الله على بركه الله ندوزوا للطريقه. ونشكركم اخواتاتي وما تنسونيش من اللايكات، واذا جربتوها وعجباتكم بارطاجيو مع العائله والاحباب. وشكرا لكم كثيرا على التعاليق اللي تتخليو ليا وعلى التشجيعات اللي تتشجعوني وبكم نتوما غنزيد القدام. شكرا كثيرا. بسم الله على بركه الله ندوزوا للطريقه كيفاش غنحضرها. بسم الله على بركه الله اخواتاتي، اليوم ان شاء الله غندير لكم واحد الفطيره على شكل خلية النحل، تجي غزالة ورائعة وبسيطة ورطبة. ما نقولش لكم توسجوا للعشاء ولا للغدا. ورمضان راه قريب ان شاء الله على الابواب، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والسلامة. المهم هي غزالة غنديرها بالقرعة الحمراء، تتبان لكم هنا القرعة الحمراء، طريف ديال القرعة الحمراء اللي سلقته ومعسته مزيان، هذا هو السر ديالها، تجي زوينة. انا غادي نصبو هنايا، وعندي اخواتاتي كاس ديال الزيت مع مرشه، نتوما تتشوفوا بحال جوج جعواشق زبده وجعواشق زيت. عندي بيضه حيت احتفظت بالصفر وخديت بيض البيضه، عاشقه ديال الخميره الفوريه كبيره، والملح على حسب الذوق. وغناخذ واحد الكاس ديال الحليب، ولا خاصني غادي نزيد. بسم الله غندير هنا الخميره، غندير اخواتاتي الزبده والزيت، وغندير هاد الكاس على حساب علاش درت غير كاس، حيت عندي القرعه مسلوقه، اللي ما بغاش يدير القرعه يدير جوج كيسان ديال الحليب. كاين القرعه حنا على حساب الوليدات غندخلو لهم هاد خليه النحل ان شاء الله، غادي نعمرها بالحشوه. غتشوفوا الحشوه تاهي ان شاء الله، نوجدوا العجينه هي الاولى ونديروها ترتاح، وجوج قطع ديال الفرماج على طريقتي اخواتاتي. هاد الطريقه على طريقتي ديالتي، هاد الطريقه ان شاء الله غادي تحط لكم على اليوتيوب، جربوها راه غزاله. ها بيض البيضه، الملح على حسب الذوق، انا درت عاشقه ديال الملح، والدقيق حاطه 500 غرام، ولكن غنبقى ندخل بشويه بشويه حتى نشوف داكشي اللي غادي ندخل. غادي ندخل الماء، انا اخواتاتي بعد ما جمعتها خذات لي 600 غرام كامله ديال الدقيق على هذا الشكل، تبقى راه خوا العجينه تلصق في اليدين. وغنغطيها ونخليها تخمر خميره كافيه، خذات نص ساعه راه غنقول لكم، خذات كثر راه غنقول لكم. نتلاقاو اخواتاتي نبغى نوجد الحشوه. انتم اخواتاتي الحشوه غندير البصله هي الاولى، درت الزيت 4 عواشق ديال الزيت هما الاولين، ندير الحشوة تشحر دابا ونوريكم المقادير.
عندي جوج حبات ديال الفلفل الاخضر، الا كاين الفلفل بالالوان ديروه. عندي الربيع، عندي قطع ديال الزيتون، عندي 1000 فرنك ديال الكفته. بغات تجيكم غزاله هاد خليه النحل عامره. وعندي هنا خواتاتي تحميره والملح، شويه الابزار، شويه سكنجبير، شويه الفلفل الحار. لا عندكم الهريسه ديروا الهريسه. هادو هما التوابل. صافي انا غنشحر الفلفله، حتى ملي تشحر ليا عفوا تشحر ليا البصله نزيد الفلفله حتى هي تشحر شويه بحال هكا، ونزيد عليها الكفته، ونزيد عليهم التوابل والربيع والزيتون حتى تطيب، نزيدو حتى هو شويه ونطفيو ونخليوها تبرد، ونتلاقاو ملي نبغي نشكل العجين ديالي. الحشوه ديالي هي طابت، ها العجينه هي خمرات، واحد نص ساعه خدات مني. ها الطاويه دهنتها، غندهن يدي بشويه الزيت. هاد قطع ديال الفرماج، ما اي فرماج ديرو، ماشي بالشرط هاد الفرماج، اي فرماج عندكم ديرو. الفرماج محكوك، الفرماج الاحمر، اي فرماج ديرو. ما عندكمش الفرماج ما ديروش. ناخذ قطع بحال هكا غير صغيورين بحال هكا على هاد الشكل، ونوسع بيدي بحال هكا. الزيت ما نديروش الزيت، غير في يدينا غير شويه الزيت، ما نكثرش الزيت، تيجيو غزالين. تجربوا مع خواتاتي تيجيو رائعين. غندير هاد الطريف ديال الفرماج بحال هكا، غنشد بحال هكا، نسدو مزيان باش ما تحلش لينا، حيت لا درنا الزيت كثرنا ما غاديش تسد لينا بحال هكا. شفتو؟ غنحطها هنا في الطاوة الوسط، غنقول لكم واحد الشكل زوين. وناخد ثاني شويه اخر، حتى الوليدات لما كانوا شي ديما انا تنأكد لكم على هذه الكلمه، حتى الوليدات لما كانوا شي ياكلوا القرعه غادي ياكلوها. وغنبدا نسد حيت الزيت ما غنخليش، ما غنخليناش الحشوه تسد لينا، العجينه تسد لينا بحال هكا. شويه تسدات مزيان، شتو؟ بحال هكا بحال هكا بحال هكا. وغنبدا نحط هنايا على هاد الطريقه، انا غنزيد حيطه اخرى بحال هكا. غندير الفرماج هو الاول، ناخد شويه الحشوه، بحال هكا بحال هكا. شتو؟ غنجيب حداه هنا، غنبقى غدا مستمرة بحال هكا حتى نكمل. طريقة واضحة. أنا خواتاتي بعد ما شكلتها على هاد الشكل، واللي شاطو درت ليهم هاد الشكل اللي عجبكم نتوما، ديرو بحال هاد الطريقة ولا ديرو هاد الطريقة، كلهم زوينين. صفار البيضة مع عشقة ديال الحليب، خفقتو مزيان، وغندهنهم دابا دهنا ونخليها تخمر مزيان. ومني تخمر ندخلها الطيب تتشد فراسها مزيان، ونعاود نخرجها، ونعاود نزيد دوك الجوانب اللي ما وصلهمش البيض نعاود ندهنهم. نشرح لكم مزيان ان شاء الله باش تجربوه وتنجح معاكم.
هنخليها تخمر حتى يتضاعف الحجم ديالها. مزيان جربوها وتشوفوا وليداتكم راه ياكلوها. اخواتاتي القرعه الحمراء غندخلوها في بزاف الوصفات وغادي تتكال. هنا غندير الحبه السوداء، حبه البركه تعطينا داك الشكل، ديكور زوين. نتوما ديروا اللي عجبكم، الاختيار ليكم. وهنا غندير الجنجلال، هي راه ملي غادي ندخلها الطيب وغادي تشنق راه غيبان لنا البلايص اللي ما واصلهمش البيض، نزيدوهم البيض. صافي اخواتاتي وغنغطيها ونخليها تخمر مزيان ونتلاقاو ان شاء الله منين نبغي نطيبها. هاي اخواتاتي البريوش ديالي هو طاب، هو خرجته. شوفوا تبارك الله الشكل ديالو كيفاش يجي معسل وزويون وغزال. ونتمنىكم تجربوه، ومع ديك القرعه عطاتو ديك الصفوريه واللمعان، جا غزال ما شاء الله. الاخرين حتى هما طابوا، شفتوهم هذوك اللي درت بوحدهم شكلهم حتى هما تيجيو محمرين وزوينين. نتمنىكم اخواتاتي تجربوهم. نشوف نقطع لكم هنايا، جربوا ما اخواتاتي راه تيجيو زوينين وشفنجيين وباقيين سخانه ما شاء الله، ما نقولش ليكم تيجيو غزالين. نتمنىكم تجربوهم، شي حاجه اللي زوينه وفشفشين وزوينين. يلا خرج من الفران، راهم رائعين. وبالسلام عليكم اخواتاتي، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وديما الجديد. شوفوا شكلهم ما شاء الله.